السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث في هذا الفيديو عن تصريحات دييغو أرماندو مارادونا اللاعب الأسطوري، وذلك عقب فوز ريال مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا، وماذا قال عن محمد صلاح ولماذا وصفه باللاعب السوبر عقب فوز ريال مدريد بدوري الأبطال. قال: كنت متوقع فوز الريال، فهم فريق متمرس في تلك البطولة، بمعنى أنه فريق يعرف من أين تؤكل الكتف. ليفربول لديهم لاعبون من طراز عالمي أمثال محمد صلاح، بالإضافة إلى الثنائي الرائع ساديو ماني وروبرتو فيرمينيو، فهم لاعبون عالميون، ولكني معجب كثيرا بأداء محمد صلاح، فهو لاعب شخصيته واضحة في الملعب، يلعب بثقة كبيرة. لا نعلم من أين تنبع هذه الثقة، هل تأتيه من الجماهير أم من نفسه التي ترغب بكتابة التاريخ. أنا أرى أنه لاعب يستحق الإشادة، فإنه يمتلك سرعة كبيرة بالإضافة إلى فاعليته على المرمى. لقد حصد العديد من الجوائز الفردية في سنة واحدة، ولا أعتقد أن أحدا حصل عليها مسبقا. لقد شاهدته في العديد من المباريات، ودائما ما كان لي تعيقا على أدائه. إذا استمر على هذا الأداء فقط سنتين إضافيتين أتوقع أن لن يوقفه أحد، لأنه سيكون في مكان آخر لا يمكن لأحد أن يتخطاه، وأتمنى له سائر التوفيق في قادم المناسبات. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا الصلاة على النبي لعلها تكون شفيعة لنا يوم القيامة، ودمتم في أمان الله.